شكرا للزميل هشام الخلسي. مشاهدينا الكرام اينما كنتم تابت اوقاتكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم. مساء الفل للناس الكل. اكبر مواعيد الكره الاوروبيه نعيشها الليله في قلب العاصمه الاسبانيه مدريد، استاد الواندا متروبوليتانو، معقل ومسرح اتلتيكو مدريد. يستضيف الليله المباراه النهائيه لدوري ابطال اوروبا. متابعين، الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة، لكن سيدعمنا كثيرا، لذا من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا. الانجليزيين العريقيين ليفربول وتوتنهام، اكثر من 60,000 مشجع في الملعب في انتظار الاستماع لامجد الاناشيد الاوروبية للكرة. مشاهدينا الكرام 68,000 مشجع في الملعب، مئات الملايين من المشاهدين في انتظار قمة النار في هذا الدور النهائي الثاني تاريخيا بين فريقين انجليزيين بعد نهائي موسكو 2008 بين مانشستر يونايتد والبلوز تشيلسي. سنمر لاستعراض تشكيلة الفريقين. البداية بالفريق توتنهام، حراسة المرمى للفرنسي كولوريس كابتن الفريق، يمين الدفاع تريبيي، على اليسار داني روز، محور الدفاع للثنائي البلجيكي ألدرفيلد وفيرتونغن، ثنائي الارتكاز بالجزاء. نار يا حبيبي نار منذ بداية المشوار. هذا هو ليفربول بسيناريو لم يكن يتوقعه أكبر المتفائلين لفريق الليفر. ضربة جزاء في أقل من 40 ثانية، هذه كرة ماني، هل هي ضربة جزاء؟ تصطدم بموسى، يتقدم مو، يتقدم محمد، وصلاح، جول! بداية عربية بدماء ذهبية، محمد صلاح. مشاهدينا الكرام يأتي الأسبقية، ليفربول يسترجع كتابة التاريخ، الليفر يسحر كل العالم. سبورتس امكانيات تيري الي ليونغ مينسون والركنيه الاسبان داخل منطقه الجزاء، وهذه كوره بالراس، هو الهولندي فيرجيل فان دايك. 50 بقرار لبيل شانكلي المدرب الاسطوري لفريق الليفر، من الابتعاد عن الميادين. هاري كين يعود اساسي، وسيسوكو التسويب وبعيده تفي سيفرتون، وهذا ماني، ماني وتريبيا يضع الكره بالركنيه، هدف الاماني وكوره يخرجها يكولوريس وغوارديولا، لكنه يريد لقب هذا الموسم او لا يكون. ليفربول من 1990 لم يفز باي لقب بريمير ليج، من 2005 لم يتوج بدوري ابطال اوروبا، لكن يبدو ان الليله الاسبانيه بدايتها بالوانها الحمراء، والليفر في طريقه لسادس. ادريد اريكسون اللي وزع، الكسندر ارنولد في التامين الدفاعي في اليمين، وداني روز على اليسار. ضربة مثلا اندرسون يوصل لالكسندر ارنولد، ارنولد التصويب، تصويب خطير جدا من الكسندر ارنولد. الكثير الان يعتبروه افضل مدافع ايمن في العالم، الكسندر ارنولد يعني عمره تحت ال 21 عام. لو يفوز الليله سيكتب التاريخ كاول لاعب في تاريخ دوري ابطال اوروبا يفوز في مرتين متتاليتين باغلى وامجد الكؤوس الاوروبيه في سن تريكسون. هجوم خطير يقود السون، الكوري الجنوبي يراوغ، يوزع، يمر للسرعه القصوى صلاح، وصلاح يحاول التسويب والركنيه. الكسندر ارنولد يبحث عن فيرجيل فان دايك، وايكمانت متابع الهجوم لمحمد صلاح، يدخل منطقه الجزاء والتسويب الثاني اندرو، ومحمد صلاح تدخل اول من اري وينكس، والاصابه على مستوى الوجه لتريبيي في التحام اندرو روبرتسون، والحكم دامير سكومينا يعطي مخالفة لفريق سبارز. هل سينال الانذار طبعا اندرو روبرتسون؟ هذه الاعادة، هنالك تعمد واضح من اندرو روبرتسون. كرة خطيرة، الكوري الجنوبي والراية، رونالد امام الكرة، ارنولد اللي وزع، بتغني المين، يحكي 835 مليون يورو، ويتقدم تسويقيا هاري كين بنفس رونالدسون، ولكن يونغ مين سان من توتنهام عبر هاري وينكس. تريبيي وتوتنهام الان، تريبيي اللي وزع
واذكر فايوشكار يدرسان يوسع والكرة هجمة سريعة لليفربول. روبرتسون التسويب التسويب من اسكتلندي والتألق فرنسي بعد كرة من أندرو روبرتسون إيكولاريز يضعها في الركنة أخطر هجمة مرتدة لفريق ليفربول في هذه المباراة النهائية. مشاهدينا صلاح صلاح وسيسوكو ينقذ الفرنسي وتعدي لأرنولد اللي يوزع ساديو ماني التسدي من يونغ ميسون أمام شوال ماتيب كرة بعيدة طبعا مرر كرة ممتازة وإريكسون التسويب يقول الحكم الكرة ترجع لليفر. تامير سكومينا أمامنا كرة في الميدان إيكولاريز يخرجها وكذلك هي تامير سكومينا في تقدم ليفربول على توتنهام بهدف محمد صلاح في دقيقة ثانية من ضربة جزاء. نعود بكم مشاهدينا الكرام عند ضربة بداية الشوط الثاني. ليسون بيكير يمين الدفاع أرنولد على اليسار روبرتسون محور الدفاع لفان دايك وماتيب في وسط الميدان ثلاثة لاعبين فابينو أندرسون وفينالدوم وثلاثي خط النار محمد صلاح فيرمينو وساديو ماني. تشكيل توتنهام والبداية الآن يعطيها الحكم السلوفيني تامير سكومينا. تريبيه اللي وزع وتيلي علي حاول كان يكسب المخالفة محمد صلاح ومحمد يحاول افتكاك الكرة لكن يتفوق أرنولد وصلاح يا جول جيب الجول يا صلاح جيب الجول ولي تلي ولي جول لا غرقة صفراء حكم يخلي مبدأ إتاحة الفرصة والتصدي من جيل ماتيب إصابة لتاني راس ألكسندر أرنولد أكيد متعمد يستحق الأنذار. الحكم الدولي السلوفيني دامير سكومينا يروح يتمن على تاني راس هذه المراوغة والاعتراض واضح متعمد يستوجب كرة والتصدي من أليسون بيكر عودة في الملعب التاريخي ملعب أنفيلد. أريكسون الدنماركي التسويب والتصدي من سميلنر صانع الأفراح في فريق ليفربول أمام داني ويونغ مينسون أمام مخالفة ضد كرير ضد هاري كين على يمينه محمد صلاح يوزع تريبيه لموسى سيسوكو تماس عدي خطير السنغالي كرة جول يا سريع جيمس ميلنر مرت بجانب الهدف الثاني. جماهير ليفربول كلها على يميني تهتز كانت تتوقع الهدف الثاني. كرة جول خطيرة وفي النهاية ليسون بيكير ميسون وإمكانية التسويب تاني أني الهدف فنية وأليسون بيكير في طريق الكرة. الثاني محمد صلاح يوزع الكرة ومرة أخرى ويتصدى فيرج لوبوتي لوبوتي تريبيه اللي يوزع وتاني علي رايع في الارتقاء من جوال ماتيب ولكن راسي تاني خارج الميدان. الحكم دامير سكومينا يطلب من أليسون بيكير الإسراع في إرجاع الكرة لمجال إذاعة التوقيت والخطورة وديفون